أبدى أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق اندهاشه من قرار وزارة الأوقاف والخاص بتعيين مشرفين لمراقبة تصرفات المصلين في رمضان وبعض الشيوخ المتشددين، وعقب الصقر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن هذا الأمر مقبول في الظروف الاستثنائية التي نمر بها، لكنه تساءل عن أيهما أولى بالمراقبة المصلين والشيوخ بالمساجد أم شاشات التلفاز وما يتم عرضه ليل نهار من تدمير للعقول ومشاهد لا تتناسب مع حرمة الشهر الكريم وعرى وإيحاءات وإسفاف. حصل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق على حكم قضائي بالحجز على 5 ملايين جنيه من أرصدة نادي الزمالك بالبنوك، وجاء الحجز بعد حصول ممدوح عباس على حكم من محكمة شمال الجيزة الابتدائية في 8 دعاوى قضائية رفعها على نادي الزمالك للحصول على مستحقاته المالية، غير أن إدارة النادي لم تنفذ الحكم ولم تمنح عباس مستحقاته المالية. رفض أحمد فتحي لاعب أم صلال القطري الانتقال لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في ظل المفاوضات التي يجريها معه مسؤول الأبيض، وقال فتحي في تصريحات خاصة: لن أنتقل للزمالك مهما كان العرض المالي المقدم حتى لو أجبرت على الاعتزال، فكيف أضحي بحب جماهير الأهلي والتاريخ الذي صنعته مع النادي من أجل أن أنتقل للزمالك؟ أبقى مجنون لو عملت كده. استقبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لبحث استعداد استضافة استاد مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ لمباراة الأهلي والمصري المقرر لها في 6 يوليو القادم، ومباراة القمة بين الأهلي والزمالك في 20 يوليو القادم بعد موافقة الجهات الأمنية على استضافة المباراتين. حقق المنتخب الكولومبي فوزا تاريخيا على المنتخب البرازيلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم الخميس في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا المقامة في تشيلي. جول دي كولومبيا، جول دي كافيتيريوس، ملوا الخسائر، ملوا الهزيمة. الفوز يعد هو الأول لكولومبيا على البرازيل منذ 24 عاما في كوبا أمريكا، عندما حقق الكولومبيون فوزهم الوحيد على السليساو في الدور الأول من بطولة عام 1991 والتي أقيمت في تشيلي أيضا. وأشهر حكم المباراة الكرت الأحمر في وجه ثنائي نيما دا سيلفا نجم البرازيل وكارلوس باكا مهاجم كولومبيا عقب إطلاق صافرة النهاية بسبب اشتباك الثنائي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء. اشتبك باكا مع نيمار بعمق بعدما سدد الأخير كرة قوية في ظهر بابلو أرميرو لاعب كولومبيا، ومن المنتظر أن يواجه منتخب فنزويلا نظيره منتخب البيرو في إطار نفس المجموعة. أكد عيسى حياة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن ضميره مرتاح أمام كل الشبهات التي تحيط بشخصه فيما يتعلق بالتلاعب المفترض لاختيار جنوب إفريقيا لاستضافة كأس العالم 2010، ودفع حياته الذي يشغل منصبه منذ عقدين تقريبا عن نفسه لأول مرة أيضا بخصوص الاتهامات التي تتعلق أيضا باختيار روسيا وقطر لاحتضان مونديالي 2018 و2022 بقوله: ليس لدي خوف من أي شيء لأنني لم أفعل شيئا، ضميري مرتاح إلى أقصى حد. شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية الأرجنتيني والتي جمعت فريق فيروكاريل وتيرو فيدرال واقعة مؤلمة عندما قام أليخاندو رونكاليا شقيق مدافع فريق فيورنتينا الإيطالي فاكوندو رونكاليا بالاعتداء على حكم اللقاء بتوجيه لكمة قوية في وجهه سقط بسببها على أرضية الملعب وتم نقله إلى المستشفى.